السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشوف واحد لانتيغرال ديال واحد الفونكسيون اللي كتكتب لي على هذا الشكل هذا. يعني كاين في المقام اكس كاري جذر اكس بلس 1 او كاري، ياك باش نحسب لانتيغرال ديالها صعيب، ولكن في هذا الاكزرسيس هذا طلبوا منا اننا نلقاو واحد ا و بي باش نحاول نكتب واحد اوتر فورم ديال هذه الفونكسيون هذه على هذا الشكل a sur x carré plus b sur x plus 1 au carré. يعني نفرق هاد لي بوان لي تيرم هادو فون هاد لي برودوي مفهوم الشباب. دونك باش تسهل عليا الحساب ديال لانتيغرال مفهوم، من بعد طلبوا لنا نحسب لانتيغرال دونك، ومن بعد نحسب لا ليميت. دونك نبداو بالسؤال الاول، ولكن قبل يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا وديروا المحاوله ديالكم ومن بعد تشوفوا التصحيح. نبداو تصحيح على بركة الله. تصحيح، أولا نبينو أو نحدو هذاك العددين أ و بي، بحيث اف دو إكس كتساوي أ سور إكس كاري بلس بي سور إكس بلس أ لو تو كاري. مفهوم؟ باش نحددهم غادي نحاول نوحد المقام، يعني نحاول نكتبهم على شكل ديال هاد اف هادي، يعني نوحد المقام مفهوم. ومن بعد يعني الفوق تكون غير ا و بي، يعني غير يخرج على واحد الشكل ديال المعادله كاينه اللي كتكون في البسط. دونك نوحد المقام، المقام موحد اللي هو اكس كاري فوا اكس بلس 1 او كاري، ياك الفوق هي ا فوا اكس بلس 1 او كاري بلس بي فوا اكس كاري. هاد القوس هذا راه زايد. دونك اف كتكتب لي على هذا الشكل ياك، وحنا كنعرفوا ان اف دو اكس كتكتب لي على شكل 2 اكس بلس 1 سور اكس كاري فاكتور اكس بلس 1 لو تو كاري. مفهوم؟ دونك اف يعني هذا الشكل هذا كيساوي لي هذا الشكل. دونك من واحد و اثنان او ندير اف تساوي او ديريكتومون نكتبها. دونك ا فاكتور اكس بلس 1 او كاري بلس بي اكس كاري سور x carré fac fois x plus 1 au carré. Yeah. H كتساوي كتساوي هاد الجبهة هذا. Donc il y a 2x plus 1 sur x carré fois x plus 1 au carré. مفهوم؟ دونك هذا يتخزن مع هذا، غيبقى هاد لابارتي الفوقانية كتساوي هاد لابارتي هادي. دونك إذا نشرت هاد الجبهة هذا نشرو ونشوف واش غادي يعطيني. دونك سي كي امبليك، المهم تكون خص تكون لا ريداكسيون داكشي يكون مقاد. انا دابا غير باش نستغل ليسباس وصافي مفهوم. دونك نحاول نشر هادي. دونك هي ا فوا هادي ايدونتيتي روماركاب، يعني اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 فو بلس بي اكس كاري كتساوي 2 اكس بلس 1 مفهوم. دونك هادي هي ا اكس كاري بلس 2 ا اكس بلس ا بلس بي اكس كاري مفهوم كتساوي 2 اكس بلس 1 مفهوم الشباب. دونك كيف ما كنعرفوا ان ا اكس الا كانت كتساوي بي اكس فان ا تساوي بي، ياك يعني كنشوف هاد لو دوغري ديال اكس. هنا عندي او كاري، هنا او كاري، هنا ما عنديش في او كاري في التيرم هذا، حيت هاد التيرم هذا هو ديال اف دو اكس اللي عطاونا من قبل، يعني ديال هاد اف دو اكس مفهوم. يعني اصلا ما عنديش انا اكس كاري، يعني الا كانت ا فوا اكس كاري صافي هذيك راه كيساوي ليا زيرو، ما عنديش انا وستنان هنايا مفهوم. دونك هاد لا بارتي غتساوي زيرو، يعني ا اكس كاري دونك ا اكس كاري بلس بي اكس كاري كتساوي زيرو، ياك الشباب. هادو كيمشيو ليا زيرو مفهوم. دونك اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا دو فوا ا اكس هادي بلس ا اش كتساوي هنا كاين غير دو اكس بلس ا مفهوم. يعني خصني نجبد هاد ا و بي اللي كيحقوا ليا 2 اكس بلس 1 مفهوم. يعني خصني نلقى هادوك هاديك ا و بي. دونك انت لقى هاد العجب هذا. دونك نجبد لي تيرم دو الاكس بوحدهم، يعني هي 2 ا اكس كتساوي 2 اكس و ا تساوي 1 مفهوم. دونك الا عوضت 1 اي ا ب 1 غيعطيني داكشي اللي عجبني، يعني ا اش غتساوي. دونك نختزل اكس مع اكس، يعني 2 ا كتساوي 2، يعني ا اي تيغالا 2 سور 2 سي 1 مفهوم. و ا راه كتساوي 1 يعني راه محقه ليا مفهوم الشباب. دابا هاني لقيت ا،
دونك هاد الطريقه هذه استعملت راه شويه افونسي على البروغرام ديال الباك. يعني الباك خصك تحاول تستعمل دير لشكل المهم ايكواسيون دوزيام دوغري وتحاول تحسب الديسكريمينون وتشوف لي كونديسيون مفهوم، ولكن ماشي مشكل حتى هاد القضيه حتى هي راها افيكاس. دونك ا كتساوي ان، دونك هاني القيتها مفهوم، يعني يمكن لي نرجع لهاد الداله هادي ونحسبها انطلاقا من هذه. يعني عندي انا ا اكس كاري بلس بي اكس كاري كتساوي لي زيرو. يعني الا حاولت استعملت، دونك انا غير زربت شويه في لا ريداكسيون، يعني غادي نستعملها كسيستيم. يعني نرد هذه ا اكس كاري بلس بي اكس كاري تساوي زيرو، وندير هذه العجبه دي يعني وندير 2 ا اكس بلس ا تساوي 2 اكس بلس 1 مفهوم. دونك انطلاقا من هذه العجبه دونك اجي نكتبها هنايا مفهوم. دابا غير زربت شويه الشباب سمحوا لي، بي اكس كاري كتساوي زيرو ياك، انطلاقا ان المربع ما عنديش اصلا في لوتر كوتي، بقى لي غير دوغري 1. يعني كيف ما قلنا، يعني جبت غير 2 ا اكس بلس ا وكتساوي 2 اكس بلس 1. هاد لي تيرم لا سوم ديالهم كيساوي زيرو اللي هو هذا، و 2 ا اكس بلس ا كتساوي 2 اكس بلس 1. انطلاقا من هاد العجب جبدنا ا انها لقيناها كتساوي واحد ياك، ولا عملت الفوق باكس كاري غتعطيني هي ا بلس بي مفهوم ايكال زيرو ياك الشباب. و ا عندي كتساوي واحد، يمكن نجي نعوضها الفوق، يعني سو كي امبليك ان ا ايكال 1 و اكس يعني فاكتور دو دو برودوي. المهم هاد فاكتور هذا كيساوي زيرو، يعني البرومي ايكال زيرو و بيان دوزيام ايكال زيرو. اكس كاري عندي كيساوي زيرو فغي مفهوم، حيتاش اكس كاري ما عنديش انا في هذاك في اف مفهوم. هادي سي فغي، دونك هذا يخالف الزيرو او المهم نفترض انه كيساوي الزيرو. دونك ا اللي كيساوي ليا 1 بلس بي ايتيغال ا زيرو، يعني بي باش يتحقق ليا دونك بي ايتيغال ا موان زا او ا كتساوي 1 مفهوم، باش يتحقق ليا هاد العجب هذا مفهوم الشباب ياك. دونك ها هي القيتها هي بي. دونك نجي نعوض فهاد الفونكسيون اللي بديت بها انا في الاول، هي اف دو اكس كتساوي 1 سور اكس كاري، بي كتساوي موان زا يعني موان 1 سور اكس بلس 1 لو تو كاري. دونك ومنه اف دو اكس كتساوي، يعني لقيت واحد الشكل جديد اللي هي 1 سور اكس كاري بلس او موان 1 سور اكس بلس 1 لو تو كاري. يمكن لي نتحقق من هاد العجب هذا. دونك باش نتحقق نجي نحسب في الوسخ، دونك اف دو اكس انطلاقا من هادي، دونك باش نتحقق منها صحيحه ولا لا، نوحد المقام، مقام واحد هو اكس كاري فوا اكس بلس 1 او كاري ياك، الجداء ديالهم نضرب هاد لابارتي في هادي، يعني هي اكس كاري ننشرها ديريكت، يعني هي اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 موان اكس كاري فوا 1 سي اكس كاري مفهوم. دونك هي اكس كاري مشات ليا مع موان اكس كاري، تبقى ليا 2 اكس بلس 1 اللي هي اكزاكتومون اف دو اكس مفهوم. دونك ومنه اف دو اكس كتبتها على هذا الشكل هذا بين الشباب ياك. دونك ندوزو للسؤال الثاني اللي هو استنتاج التكامل، اللي هو لانتيغرال ما بين واحد و دو ديال اف. دونك السؤال الثاني اللي هو استنتاج ديال لانتيغرال اي كتساوي لانتيغرال من واحد حتى لدو ديال اف دو اكس دي اكس. ما غاديش نجي انا نستعمل لا فورم الاولى، بطبيعه الحال نحاول نستعمل لا فورم الثانيه اللي هي ابسط مفهوم، باش نحاول نسهل عليا الحساب. دونك اللي هي لانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال اش ديال 1 سور اكس كاري موان 1 سور اكس بلس 1 او كاري دي اكس مفهوم. لانتيغرال ديال هاد العجب بجوج اش كتساوي، هي من لانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال 1 سور اكس كاري دي اكس ياك، لا لينياريتي ديال لانتيغرال موان لانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال اش ديال 1 سور اكس بلس 1 او كاري دي اكس مفهوم. لانتيغرال ديال هادي او الداله الاصليه ديال 1 سور اكس كاري اللي هي دونك 1 سور اكس، هي المشتقه ديالها اللي هي موان 1 سور اكس كاري، باش تعطيني 1 سور اكس كاري نضرب في الموان في هاد لابارتي الاخرى باش تعطيني بلس مفهوم. يعني الداله الاصليه ديال 1 سور اكس كاري اللي هي موان 1 سور اكس، هي دروك موان 1 سور اكس اونتخ 1 اي 2 فوما موان لانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون، يعني الداله الاصليه ديال 1 سور اكس بلس 1 او كاري اللي هي 1 سور اكس بلس 1 فهم. دونك المشتقه ديال هادي دوك هادشي كندويها في الوسائق فهم.
المشتقة ديالي شناهي؟ كندير هادي المقام مربع فوا هادي بريم، إذا هادي المشتقة ديالها شناهي؟ اللي هي أ. مفهوم الشباب؟ مع ماشي أ يعني موحد، اش كندير يعني كيكون عندي أن سور كندير ديريكتومون الموان، مفهوم؟ اللي هي إف سور جي لو تو بريم اللي كتساوي جي كاري إف بريم جي موان إف جي بريم، مفهوم؟ وهنا إف كتساوي واحد، يعني هنا واحد درتي المشتقى يعطيني زيرو، غتبقى لي موان مع واحد فوا جي بريم، جي بريم اللي هي إكس بلس أن، درتي على المشتقى اللي هي واحد مع الموان سي موان زان، مفهوم؟ دونك الدالة الأصلية ديالها مع هاد الموان، دونك سي ديريكتومون سي بلس بلس هاد العجلة هادا، مفهومة؟ ديال أن سور إكس بلس أن أونتخ أن إي دو، مفهوم؟ دونك جي نعوض إف دو بي موان إف دو أ، هادي هي كروند إف، فيك هي موان أن سور دو موان مع هاد الموان يعني بلس إف دو هاد أن، يعني أن سور أن بلس نعوض بدو يعني 1 sur 2 plus 1 2 plus 1 c'est 3 moins نعوض بلو 1 c'est 1 plus أو 1 sur 1 plus 1 sur 2 مفهوم؟ donc moins 1 demi moins 1 demi c'est moins 1 مفهوم؟ moins 1 مع 1 يعني 0 يعني غير تختزلوا ليا هادو غتبقى ليا 1 tiers مفهوم الشباب؟ donc i est égal à 1 tiers. ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو لتكون الدالة F الدالة الأصلية ديال F، دونك هاد F هادي هي الدالة الأصلية ديال هاد F في هاد المجال ما بين زيرو و بلس لانفيني، واللي كتنعدم ليا في أن، دونك كيف ما عرفنا في الدالة الأصلية، إلا كانت F الدالة الأصلية ديال F يعني كروند F بريم دو X كتساوي F دو X، مفهوم؟ دونك F F كتكتب ليه على شكل أو الدالة الأصلية ديال F، F صغيرة كتساوي كتكتب F دو X بلس واحد لا كونستانت، وهاد لا كونستانت هادي هي الشروط البدئيه، دونك هنا عطاوني الشرط البدئي اللي هو اللي كيحقق ليا ان غونت اف دو ان ايتيغال ا زيرو، ياك اللي هو كيساوي ليا سي، مفهوم الشباب؟ دونك غادي نمشي نحدد سي، يعني عندي انا اف راه ديجا لقيتها، لقيت لانتيغال، مفهوم؟ يعني نمشي نحدد اف دو دو ان اللي كيساوي ليا سي، ونحدد الداله الاصليه ديال اف ما بين زيرو و ان. يعني دونك ندوزو السؤال الثالث، كيف ما كنقولوا ان اف داله اصليه ل بتيت اف على المجال بلس لانفيني زيرو، دونك هادشي شنو كيعني لي ان مهما يكون اكس ينتمي الى زيرو بلس لانفيني، دونك اف دو اكس ياك اف دو اكس اش كتساوي هو لانتيغرال ما بين او اف دو اكس شكون هي هي غون اف دو اكس غون اف دو اكس موان اف دو ان، حيتاش اف دو ان كتساوي زيرو، حيتاش بتيت اف معرفه ليا على زيرو، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ اللي غتساوي هاد لانتيغرال هذا او هاد غون اف دو اكس موان اف دو هي لانتيغرال ما بين واحد واش او اكس ديالاش ديال بتيت اف، حيتاش الداله المشتقه ديال اف اللي هي تيتا ديال اكس دي اكس، مفهوم؟ ومن قبل عندي انا ديجا لانتيغرال ديال اف ما بين ان او دو، يعني يمكن نعوض هاد اكس بدو، مفهوم؟ دونك هاد اف دو اكس شنو كتساوي هي لانتيغرال ما بين واحد و اكس، المهم حنا ديجا حسبناه ياك، او نعاود نكتبوها هي ان تال اكس، نعوض اف دو اكس بالداله ديالها اللي هي ان سور اكس كاري او تي، ندير تي ياك، نحاول ندير تي هنايا باش تكون شويه مزيانه، ما بين ان او اكس ديال ان سور تي كاري موان ان سور تي بلس ان او كاري دي تي، ياك مش نحسب دابا ديريكتومون، هادي عرفنا لانتيغرال ديالها اللي شفناه من قبل هو كيساوي موان ان سور اكس اونتخ ان اي اكس، يعني دابا كيتبدلوا لي غير لي بورن بلس لانتيغرال من ان حتى ال او تي ياك، هادي تي تي بلس ان اونتخ ان اي اكس ياك، اش غتساوي نعوض هادي اف دو اف دو بي موان اف دو ا، دونك هي موان ان سور اكس موان مع الموان سي بلس ان سور ان سي ان، مفهوم؟ هادي هي الاولى بلس الثانية اللي هي دونك غنعوض
تيب اكس يعني هي 1 سور اكس بلس 1 موان 1 سور 1 بلس 1 سي 2 يعني بلس 1 دي موان 1 دي مفهوم. دونك نجمع هاد الحجب هذا عطيني هي 1 سور اكس بلس 1 موان 1 سور اكس بلس 1 موان 1 دومي سي بلس 1 دومي. دونك ومنه اف دو اكس اللي كتكتب ليها شكل اللي هي الداله الاصليه اللي بغيت انا اللي كتحقق لي هذاك الشرط لانها كتنعدم في لو ا فهم. دونك قال لك اسيدي حسب لا ليميت، لا ليميت في 0 بلس، قال لك واحسب الليميت عند يمين 0 بلس. دونك ومن هو ليميت ديال اف دو اكس، ليميت ديال اف دو اكس في 0 بلس بلس اش غتساوي؟ هي الليميت ديال هذا العجب هذا، هي الليميت في 0 بلس ديال 1 سور اكس بلس 1 موان 1 سور اكس بلس 1 دومي اللي غادي تساوي دونك لانتيغرا او ليميت ديال 1 سور اكس في 0 بلس. نتخيطيو داكشي بشويه، دونك ليميت في 0 بلس ديال 1 سور اكس بلس 1 اش غتساوي؟ 0 في المقام يعني لانفيني مع بلس سي بلس لانفيني مفهوم. هاد لابارتي الاولى عطتني بلس لانفيني، و ليميت ديال 1 سور اكس بلس لانفيني في 0 ليميت في 0 بلس ديال 1 سور اكس غتعطيني 0 بلس سي بلس لانفيني مع الموان سي موان لانفيني ياك. والليميت بون غتبقى ليا 1 دومي، ولكن موان لانفيني بلس لانفيني واقيلا شي خطا. بون بلس 0 بلس ديال 1 سور 0 سي 0 الشباب اسمحوا لي انا 0 او 0 1 دونك 0 بلس 1 سي 1 1 سور 1 سي 1 مفهوم. دونك ليميت في 0 بلس الى العجب هذا موان لانفيني، دونك موان لانفيني بلس 1 بلس 1 دومي سي موان لانفيني يعني غيبقى لي موان لانفيني مفهوم. دونك ليميت ديال 0 بلس ديال اف دو اكس اش غتساوي؟ ديريكتومون اللي هي موان لانفيني مفهوم. دونك ومنه توصلنا ليميت ديال اف دو اكس مفهوم. نتمنى الشباب يكون هذا الشيء واضح، هاد بالخاصة هاد ليكزيرسيس هذا يكون واضح شوية. المهم غادي نخدمو تمارين، غادي نحاولو نخدمو مختلف أنواع التمارين وبالأخص الانتيغرال اللي عنده علاقة بلي سويت. يعني المهم غنحاول نقلب على التمارين اللي كيكونوا شوية اللي غينفعونا في الامتحان الوطني بطبيعة الحال، وهادشي اللي كان الشباب. نخليكم على خير والسلام عليكم.